كان ممكن الصحابة اللي كسروا كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على مكانهم في تل الرماة يوم غزوة أحد، وده تسبب في مقتل وجرح كثير من الصحابة بل وجرح رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان ممكن بسبب الغلطة دي يصيبهم حالة من اليأس كل ما يفتكروا اللي عملوه، لكن ربك برحمته سبحانه وتعالى لحقهم ولحق كل واحد مننا معاهم عنده أزمة كبيرة في حياته الماضية، سواء كان ذنب كبير أو جرح كبير، كل ما يفتكره ينغص عليه حياته ويضلم عليه مستقبله. الأول ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنا سامحتكم، بس بعد ما قال لهم المهم تتعلموا من اللي حصل في الماضي عشان يفرق معاكم في قراراتكم في المستقبل، وفهمهم كانت المشكلة فين. بسم الله الرحمن الرحيم، قرآن عن غزوة أحد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، انتصار المسلمين وجمع الغنائم، من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، دي كانت المشكلة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، واطمنوا ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نصحهم إن حزنهم على الماضي ما يعملهمش وهن يضعف من قدرتهم على مواصلة الحياة بطريقة سوية في المستقبل، وفهمهم إن اللي حصل ده علمهم كتير، فتعلموا بس بلاش يعلم فيكم علامة سلبية. فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، بيتكلم بقى عن الحكمة الكبيرة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني اللي حصل ده كان فيه برضو فوائد، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا بيختبركم وبيرقيكم. فكانت النصيحة من اللي حصل خد العبرة من الماضي وامسح الملف وكمل حياتك. لو اللي قتل 99 نفس كان بص للماضي بتاعه بنظرة خاطئة كان اتعقد وعرف ان مفيش امل في رحمة ربنا، لكنه كان مقدر انه صاحب ذنب كبير يستاهل توبة عظيمة، لكن دايما في امل في المستقبل ان ربنا الرحيم موجود. فالماضي ما كسرهوش وقعد يسأل حد يدله على التوبة عشان يصلح اللي جاي مع الله، فكانت خاتمته إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يا حد مننا يا جماعة عنده تجربة سلبية في علاقة في الماضي ربنا ما حطهاش في طريقك عشان يكسرك، أنت عايز تتعلم فبيعلمك. وصدقني لو فهمت التجربة دي صح هيكون للتجربة دي المؤلمة فضل كبير عليك في تجارب المستقبل اللي جاي. ما تخليش مشاكل الماضي تهزمك، اتعلم منها وامسح الملف ده وكمل. شوف ربك يقول ايه واحفظ الآية دي زي اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح يعني خد العبرة وامسح الملف وكمل. العفو يعني المحو. سامح نفسك لو كنت انت الغلطان في التجربة بتاعت زمان، او اقول لك لو تقدر سامح اللي ظلمك وأصلح. فمن عفا وأصلح، أصلح عيبك اللي كان سبب في انهيار العلاقة دي، أو أصلح معايير الاختيار عندك اللي بسببها ممكن تكون اخترت غلط أو صبرت على غلطات أفسدت العلاقة، أصلح الغلطات دي. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ربنا يصلح لك المستقبل، ما تخليش الماضي يكسرك. خد العبرة وامسح الملف وكمل. وده من تمام الرضا عن الله، إنك تشوف إن أنت كنت دايماً في عناية الله حتى وسط المشاكل، وإن المشاكل دي كانت جزء من ثقل وخبرة شخصيتك دلوقتي. وده معنى دعاء سيدنا رسول الله الخير في يديك والشر ليس إليك. مفيش شر محض يا رب، كل حاجة مؤلمة كان جواها خير، دي أفعالك يا رب العالمين. فماضيك تتعلم منه، تتعلم من التجربة وتمسح الملف وتكمل بسم الله. فاللهم علمنا من ماضينا وأعطنا في مستقبلنا حتى ترضينا.